مصر جميلة بناسها وجميلة بكل المحميات الطبيعية اللي فيها، وبلدنا يعني أنا بشوف إن هي فعلا أحلى بلد في الكوكب. عندنا كل حاجة، ربنا ادينا كل حاجة، وعندنا راعي في البرنامج، ودايما إعلاناته بتنزل عندي في 4 شارع الشريف. فقلت لهم لا، أنا بقى إيه، عايز أقعد أتكلم مع الناس دي وأشوف الشغل اللي عاملينه، الشغل الحلو قوي، وعايز أعرف أكتر وأكتر عن المحميات الطبيعية اللي عندنا في مصر، أعرف عنها وعن ناسها، حياتهم شكلها إيه، بياكلوا إيه، بيلبسوا إيه، عايشين إزاي، والناس دي عايشين في حياة هقول عليها بكر قوي، يا بختهم، بحقد عليهم، أعتقد ما عندهمش الدوشة البشعة اللي عندنا. أكلهم حلو، طريقة كلامهم حلوة، لبسهم حلو ولذيذ ومختلف، وكل دولت من أهل مصر، كلنا حاجة واحدة. جايز مش عارفين عنهم كتير، هم عارفين عننا أكتر، فاحنا من حقنا ومن حقهم كمان ان احنا نعرف عنهم اكتر واكتر. طيب، فهنتكلم النهارده عن حمله ايكو ايجيبت، اول حمله توعويه عن السياحه البيئيه على مستوى مصر، وهي حمله حكاوي من ناسها، وهنعرف ناسها اخبارهم ايه. وخلينا كده نرحب النهارده باستاذ محمد عليوه، مدير حمله ايكو ايجيبت. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك، شرفنا ومنورنا. ده شرف ليا والله، وان انا موجود اكون موجود في برنامجك الجميل. مرسي. ده مع الناس الجميله دي. ثانك يو. اولا مرسي ان انتوا راعي عندنا في البرنامج، وكلمني كده عن الحمله والشغل الحلو اللي انتوا عاملينه. وزي ما انت حضرتك سمعت، اهل الـ 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 الاماكن دي ممكن يكونوا بيشوفونا في التلفزيون، بيسمعونا في راديو، عارفين مصر فيها ايه، واحنا عايشين ازاي، وبناكل ايه، بنشرب ايه. احنا يمكن مش عارفين عنهم حاجه، وده تقصير ممكن يبقى مننا. فعايزين نعرف اكتر واكتر، وهقول لك ليه انا عايز اعرف اكتر واكتر، عشان عايز اتعلم منهم. انا اعتقد ان احنا محتاجين نتعلم منهم، ومحتاجينهم اكتر ما هم محتاجيننا. 100% موافق. أوكي. هو ده الهدف الرئيسي من الحمله، وقد كده انا مبسوط ان انت جبتها من اول مره كده، حتى من التريلر يعني، فشرف لي ان انا اكون موجود معاك يا شريف. فاحكي لنا كده عن الحمله. طيب، هي حمله ايكو ايجيبت بشكل عام هي حملة بيقوم بها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللي هو تابع للأمم المتحدة. الهدف منها هي الترويج للمحميات الطبيعية في مصر، وخلق منتج من السياحة البيئية داخل هذه المحميات. محمياتنا زاخرة بالموارد الطبيعية، عندنا جبال، عندنا بحار، وديان، شواطئ خطيرة، عندنا شواطئ من أجمل الشواطئ في العالم، يعني عندنا شاطئ حنقراب في وادي الجمال، واحدة من المحميات، تاني أجمل شاطئ في العالم. مين يعرف المعلومة دي؟ ده فين؟ في وادي الجمال. هتحسسني بقى النهارده ان انا جاهل ومش عارف حاجة، وهبقى مكسوف من نفسي جدا. ده فين؟ فين وادي الجمال؟ ما انا مش عارف. وادي الجمال جنوب مرسى علم على طول. اوكي. حوالي 70 كيلو يعني جنوب المطار. ده تاني أحلى شاطئ في العالم؟ في العالم. اوكي. فعندنا مش بس عندنا موارد طبيعية، عندنا موارد ثقافية، يمكن يكون هو ده الهدف من حكاوي من الناس. لكن خلينا نتكلم الأول على ايكو ايجيبت. هي حملة بتركز على 4 محاور رئيسية. احنا عايزين الناس تيجي المحميات، بس قبل ما تيجي المحميات تعرف المحميات دي فيها ايه، ويقدروا يحافظوا عليها ازاي. دي اهم حاجة، يقدروا يحافظوا عليها ازاي. فكان اول محور هو ايه الموارد الطبيعية داخل المحمية. تاني حاجة، تقدر تعمل ايه داخل المحمية، ايه الانشطة اللي ممكن تستمتع بيها داخل المحمية. ان هي في الاخر محمية ليها قوانينها، بس في انشطة جميلة جدا ممكن نستمتع بيها داخل المحمية. تقدر تقعد فين داخل وحوالين المحمية. أنا مش عايز الناس تيجي لي يوم وتخرج، أنا عايزه يجي يقعد عندي يومين ثلاثة ويكامب، يقعد في إيكولوج ويستمتع بيها على قد ما يقدر. رابع حاجة، هتشوف وهتقابل مين داخل المحمية، وده كان اللي طلع منه فكرة حكاوي من ناسها. حكاوي من ناسها هي حملة بتركز على الإرث الثقافي للسكان المحليين، مركزين على 11 قبيلة بيسكنوا داخل وحول المحمية. ينفع نقولهم على قد ما نقدر؟ نقدر نسميهم؟ اه طبعا. آه، عندنا عبابده بشريه. احنا كل واحده هنقول هي فين. تمام، هتعبك. لا، ما عنديش مشكله خالص. العبابده عندنا فين؟ هنبدا بالبحر الاحمر. يلا. العبابده دي في وادي الجمال. اوكي. البشريه هي في جبل علبه. ده فين بقى؟ جنوب وادي الجمال، قرب الحدود كده بشويه. اوكي. تمام. جنوب سينا، نطلع على سينا. سينا عندنا فيها كذا قبيلة بنركز عليهم، مزينة والطرابين على خليج العقبة. وبعد كده عندنا الجبلية، ده جوه سانت كاترين. ومن المعلومات الطريفة جدا الناس كتير ما تعرفهاش، ان محمية سانت كاترين او مدينة سانت كاترين داخل المحمية.
يعني المدينه كلها داخل المحميه، يعني كل اللي عايشين جوه سانت كاترين هم عايشين داخل المحميه. عندنا في الصحراء الغربيه في سيوة الامازيغ، وعندنا الواحات البحريه، وعندنا الفرافره، وعندنا النوبه. الساحل الشمالي الغربي عندنا اولاد علي، سواء اولاد علي الاحمر او الابيض. اوكي. هم دول القبائل اللي احنا بنركز عليهم بشكل اساسي في حملتنا. طيب يعني تنوع غير عادي، واعتقد كل قبيله منهم وكل محميه منهم لها طباع، لها اكل، لها لبس، لها حياه اجتماعيه مختلفه عن الثانيه. وفي الاخر كلهم هم مواطنين مصريين، ده اللي احنا عايزين نقوله، ويمكن احنا عايزين نعرف عنهم اكتر واكتر، فعشان كده بنشكركم على الحمله دي. لو انا عايز اروح مكان من الاماكن دي، هروح ازاي وهحجز ازاي وهعمل ايه؟ طيب انت ممكن تعرف اكتر عن الاماكن دي عن طريق الويب سايت او السوشيال ميديا بتاعت حمله ايكو ايجيبت. ننزلها على الشاشه ممكن؟ اوكي. احنا عندنا مجموعه من الشركات السياحيه، الويب سايت بتاع ايكو ايجيبت. وليه بنقول المجموعه دي بالذات؟ علشان زي ما ذكرت في اول اللقاء، احنا عندنا انشطه معينه بجايد لاينز او بدليل ارشادي معين ايه اللي ممكن يتعمل داخل المحميات. اوكي. فعندنا شركات متخصصه في السياحه البيئيه. في بعض الناس ممكن يبقوا سامعينها دلوقتي مش فاهمين يعني ايه كلمه محميه، يقول لك يعني ايه محميه؟ يعني ايه محميه؟ محميه هي قطعه من الارض بتعلن محميه بقرار من رئيس الوزراء لحمايه مورد طبيعي او مورد ثقافي معين. بس احنا مش بنحميه يعني ما حدش يجي جنبه، احنا بنحميه بان انت تمشي على الاجراءات اللي احنا حاطينها تقدر تعملها في المحميه. حاجات بسيطه جدا، ما ينفعش مثلا نصطاد داخل المحميه. مثلا ما ينفعش ابقى ماشي بجيب وامشي على النباتات. فهي حاجات بسيطه جدا. لا هي مش بسيطه على فكره. هي مهمه جدا. مهمه جدا. لان احنا عندنا الناس يعني بعض الناس مش هنعمم بتعامل الحاجات دي بطريقه وده يعني كده لما تروح ساعات بعض الشواطئ في البحر الاحمر تلاقي الاطفال حتى بيكسروا في الشعب وفرحانين هو طلع جزء منها او داس عليها. لما نروح جنينه الحيوانات بتشوف القرود في الجبليه الناس بتتعامل معاها ازاي. فهي الموضوع هو مش بسيط، عشان نحافظ على ده هو محتاج توعيه في المدارس، وتوعيه في وزاره البيئه، وتوعيه من وزاره الثقافه، وتوعيه من يعني، لان قعدنا سنين في الحقيقه، وخليني اقول لك بمنتهى الامانه، مفيش اهتمام بالكلام ده كله. موافق جدا. ويمكن دي من اهداف حمله ايكو ايجيبت، يعني احنا عندنا بعض الانشطه بتحدث في المدارس، بتحدث في الجامعات، وحتى بتحدث في الشواطئ وفي الفنادق نفسها. يمكن كان في حملة تانية بتاعت حماية البحر الأحمر، ده كان فيلم كرتون ظريف جدا اتلعب في كل المطارات، اتلعب في كل فنادق مصر. بيقول لك عندك خمس ممارسات تقدر تطبقهم وانت على الشط عشان تساعدنا ان احنا نحمي الشط ده. منها مثلا من الحاجات اللطيفة جدا، ما ينفعش تاخد قوقعة. الناس تفتكر ان القوقعة دي حاجة ميتة، ما يعرفش ان في كائن جوه لما بيكبر حتى لو فاضية لما حجمه بيكبر بيسيب القوقعة اللي هو فيه، بيروح واحدة تانية على قده. ده مثال. انا ما كنتش اعرف المعلومة دي بصراحة. اوكي. نعمل لقاء تاني بقى. ده اتحكينا كتير. اصبر عليا هدبسك. اوكي. يعني واحنا بنتكلم كده، انت اكيد حضرتك زرت الاماكن دي كلها مش كده؟ صحيح. اوكي. هقول لك لو كلامنا عن الاكل اللي في الاماكن في المحميات دي، اغرب اكله اكلتها كانت ايه؟ اغرب اكله اكلتها كانت وكانت حلوه. ما كانتش حلوه ولا ايه؟ لا هيزعلوا مني. اهل الواحات بيستخدموا البطيخ في الطبخ. في الطبخ. انا سمعت دي. القشر بتاعه مش كده؟ ولا البطيخه من جوه؟ والبطيخه نفسها كلها. اوكي. في اكله مشهوره جدا مثلا في قبيله اسمها الغرقانه، قبيله الغرقانه اهل دي فين؟ دي جنب شرم الشيخ في محميه نبأ. اسمها الجرنيت. هو الجرنيت ده عباره عن اخطبوط بس بيتعمل بطريقه مختلفه تماما، وبيبقى جوه الرز وبيدفن. ويتعمل على اللي هو
اللي هو بيبقى في الرمله يولعوا النار ويستوي براحته، بيقعد بالخمس ساعات يستوي مش كده؟ خطير. عايزين نيجي نعمله لك هنا بقى، بس مش عارف ندفنه فين. لا ما هنتصرف، هعمل لك حفره، انت بس تعالى هتقوم وتعالى اجيب اخطبوط واجي. طيب وفي مشروبات مختلفه؟ يعني هل في يعني احنا في حاجات مثلا انواع من الهيربز معينه مثلا بيشربوها احنا ما نعرفهاش؟ يعني خليني اديك مثال، القهوه مثلا. كل قبيله بتعمل القهوه بطريقه مختلفه. الناس بتاعت جنوب سيناء عندهم القهوه العربي. بتوع العباب ده بيعملوها بشكل مختلف خالص، اللي هي في وادي الجمال. بيحطوا عليها هيربز مختلفه تماما، فبيبقى مع انه هو في الاخر قهوه بس الطعم مختلف تماما، ففي حاجات سبايسي جدا. ال 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 الاماكن دي الاسره عايشه ازاي؟ البيت شكله ايه؟ دي من الحاجات اللطيفه جدا بقى، ان بنلاقي، ودي من الحاجات اللي احنا اكتشفناها واحنا بنصور وبدانا نندمج، احنا تقريبا سنه عشان نطلع الفيديوهات دي. هي فيديوهات قصيره موجوده على السوشيال ميديا نقدر كلنا نشوفها يعني. هنلاقي ان قد كده البيئه اثرت وشكلت ارثهم الثقافي. لما نروح مثلا هديك مثال سيوه. سيوه بيبنوا من حاجه اسمها الكرشيف مثلا. الكرشيف ده عباره عن ايه؟ عباره عن طين مخلوط بملح وفي نخل. اوكي. فبقى من غير اسمنت من غير اي حاجه بنصنع. لا دول احسن حاجه ان هم مش بيستخدموا الاسمنت ولا الطوب ولا الكلام. ركزت في الثلاث مكونات، الطين موجود، الملح موجود، يعني عندهم بحيرات ملح، والنخل هم هم بيستخدموا الـ يعني الحاجات اللي حواليهم، ما بيجيبوش حاجه من بقى، يعني زي ما من 200 300 و1000 سنه كانوا بيبنوا بنفس الطريقه. صح. اعتقد واحنا بنتكلم بقى على الاستدامه والسستينابيلتي دي من الحاجات، واعتقد اللي حضرتك بتقوله ده كان المهندس الله يرحمه حسن فتحي عامله، اللي هو بيستخدم الخامات الموجوده في المنطقه فقط، ما بيجيبش حاجه من بره المنطقه. صح. والاماكن اللي يعمل فيها فتحات الشبابيك يعني سبحان الله، وعدله البيت على الشمال فتلاقي في عز الحرب بس البيت رطب من جوه، وفي عز البرد البيت دافي. دافي. ودي حاجه سحر بصراحه، واغلبيه القبائل دي اعتقد كده. وده يبين لنا قد ايه الارث الثقافي ده عميق، يعني احنا مش بنتكلم في حاجه 100 و200 سنه، لا لا حاجات الافات والوفات. البيت يعني شفنا في الاول الفيديو اللي شفناه في سيده بتتكلم وواضح انها شخصيه قويه. انت رحت كل الاماكن دي، احكي لي عن السيدات في الاماكن دي. تحب احكي لك عن دي؟ وصوتها جميل وهي جميله، خطيرة. نفسي اروح لها. دي كانت فين معلش؟ كانت هي دي طبعا يعني سيده من سيدات قبيله الجبليه في سانت كاترين، بس عايشه في وادي، علشان تروح لها لازم تمشي 3 ساعات في وادي جبال. ماشي على رجليك ولا بعربي؟ لا على رجليك. 3 ساعات؟ 3 ساعات. احنا عندنا وديان ممكن تمشي فيها لغايه 14 يوم يا شريف. طب تعالى نسمع المشاهدين بس الجمله بتاعتها ونرجع تاني. اتفضل. سمعوني بس اسمها ايه؟ فاكر اسمها؟ صالحة. حاجة صالحة، هقول حاجة صالحة، نسمع بس صوتها ونرجع تاني. يلا. الجبل بيكلمني وبيكسحني، كل حياتي في الجبل. بحيي الحاجة صالحة، وزي ما حضرتك قلت حاجة صالحة عشان توصل لها بتقعد ماشي 3 ساعات. هي عايشة مع مين؟ عشان لوحدها. لوحدها؟ لوحدها. يعني هي خلصت حياتها في مدينة سانت كاترين وبقى عندها أحفاد، وقررت تعتزل الحياة وتروح تعيش لوحدها في الوادي على الرعي. رحنا لها لقينا بيتها معروف، بيت صغير، ما لقيناهاش. قعدنا مستنيينها ساعة كمان، فما جاتنا حاجة كنت فين؟ احنا باعتين لك مرسالة ان احنا جايين. اكيد زعقت لكم، انتوا ايه اللي جابته؟ انا شايفاكوا بقالي ساعة. بص اصلها هي واضح انها كاريزماتيك قوي عشان كده لفت نظري، عشان كده سألتك عليها. جدا خطيرة. شايف بتراقبكوا. ها في مثلا حاج احمد منصور ده في وادي طلاح في كاترين. لا بس استنى بس، حاجه ساعه انا بقالي ساعه مراقباكوا، فقلت لكم كده بقالي ساعه مراقباكوا، بس كنت برعى معيزي، فقلت لما اخلص هبقى اجي لكم. وجت وقد كده رحبت بينا وعملت لنا اكل وجميله خطيره. عايشه لوحدها، كميه سلام نفسي بقى. عندها موبايل؟ ما عندهاش طبعا موبايل ولا تلفزيون ولا كهرباء ولا ميه
ولا اي حاجه. ولا ده أي كم سنه؟ في السبعينات اتصور مثلا. اكتر من في حاله زي دي كنت حضرتك هتذكر الحاج مين بعدها؟ الدكتور احمد منصور. دكتور مين دكتور؟ هو مش طبيب مع يعني مش متخرج من كليه الطب، بس من الحاجات المميزه جدا مثلا للجبليه في كاترين ان هم عندهم النباتات العطريه والطبيه. ما بياخدوش دواء. ده اللي بيعالج الحاجات كلها اصلا. في ناس بتجيلهم بره مصر. سمعت عنه طبعا. برضه لازم تمشي له برضه شويه حلوين وعايش معتزل الدنيا. الناس بتجيله بيعمل لهم البروتوكول من بتعالج الكانسر. اوكي. مفيش حاجة يعني بتتعرض عليه مفيش حاجة بتتعرض عليه وما بياخدش فلوس. ببلاش؟ يعني لا تكلفة بس هذه النباتات في الجنينة بتاعته وما يسمى بالكرم، هما بيقولوا على الجنينة كرم. اوكي. طب انت رايح المرة الجاية تاخدني معاك؟ أنا بهزرش. تشرفني. ده بجد؟ تشرفني بجد. أنا حمسك. طيب هنستأذنك هنسمع أغنية. اوكي. وأغنية ليها علاقة بمصر والمصريين. احسن ناس كانت بتغنيها دليدا الله يرحمها. ونرجع بعد الاغنيه نكمل مع حضرتك ونتكلم عن المصريين اللي فضلوا مصريين واحتفظوا بمصريتهم قوي قوي قوي. هنكون معاكم بعد ما نسمع بعد الفاصل مزيكا. اركب في لوكا انا وحبايب ونغني غنوة عالسمسمية. يا لالال حبيبي يا لالال يا روحي يا لالالي. هدينا من دردي ورانا ايه ورانا ايه عالمحلة منين يا زمن نودي عالمحلة منين أرض الجودي. اسكندرية أحسن ناس عالبحر ماشية تتمخطط من سيدي بشر لأبو العباس. أيوه يا عالم عالقنصر. أما أنا من شبرا في مصر وولادها اطلع مين زي القمر في عيون خضرا شايلين عقود كل وياسمين. والنيل بيضحك ويغني فاكرني وبيسأل عني أروح له ألاقيه مستني وجنب منه أحسن ناس أحسن ناس. أيوة رجعنا لكم مرة تانية والنهاردة بنتكلم عن حملة ايكو ايجيبت اول حملة توعوية عن السياحة البيئية على مستوى مصر وحملة حكاوي من نسا. حملة حكاوي من نسا جوه حملة ايكو ايجيبت. والنهاردة معانا استاذ محمد عليوة مدير حملة ايكو ايجيبت مشرفنا ومنورنا وعمال يحكي لي حكايات فظيعة عايز اروح معاهم كل الاماكن اللي انت بتقولها دي. تنورنا يا شريف. اشكرك اشكرك. طيب هسألك بقى حاجة. احنا كده فهمنا ان احنا نزلونا احنا قلنا الويب سايت مش كده؟
بتاعكم؟ السوشيال ميديا. السوشيال ميديا، السوشيال ميديا كلها على الشاشه، عشان اي حد عايز يتواصل يروح الرحلات دي هيعرف ازاي ممكن يروح. واهم حاجه قلنا ان احنا هنروح واحنا منضبطين في التعامل مع كل حاجه حوالينا، الارض، البحر، النخل، الزرع، الناس هناك اللي ليهم كل الاحترام. الناس بقى سكان الاماكن دي احنا عايزينهم يستفادوا، فازاي ممكن يستفادوا؟ ازاي ممكن يستفادوا؟ احنا دلوقتي الناس دي، ولا وهسالك معلش اتفضل، اسف، ولا هم مش محتاجين اصلا؟ يعني هم عندهم اكتفاء ذاتي ومبسوطين باللي هم فيه، مش محتاجين الازعاج بتاعنا قوي يعني، من الاخر كده. لا يعني هم طبعا بيحبوا وبيقدروا الناس اللي بتزورهم، يحبوا الناس تيجي وتشوف تسمع حكاويهم، عشان كده يمكن سميناها حكاوي من نفسها. يعني كان سهل قوي ان احنا نسرد كل الحكاوي بنفسنا او نجيب سيلبرتي او فويس اوفر، كنا عايزينها علشان تقرب من الناس، هم اللي يحكوها بنفسهم. هم بيحبوا جدا جدا فكره الحكي، وهم شطار قوي فيها، دول مزيكتهم، اكلهم، شربهم، شعرهم. فهم محتاجين ان هم يحسوا ان احنا مقدرين شايفينهم ومقدرين ارثهم وقد ايه هو ثري وجميل. يعني مفيش مرة رحت لزيارة حد من الناس دي وفي بيته واخد مني فلوس مثلا. هو بيقدم لك كل حاجة عنده وقد كده مضياف ويقعد يحكي لكن في الاخر هو حابب ان انت مثلا لما تطلع رحلة مثلا تطلعها معاه، لان هو في الاخر هو برضو هيستفاد. وما بيحس ان هو بيتكلم عن عاداته وتقاليده بفخر، ده بيخليه يبقى فخور بيها ومتمسك بيها اكتر. يمكن دي من اهداف برضو الحمله، ان احنا عايزين نسمع حكاويهم ونحسسهم ان هم جزء مهم جدا في حياتنا، وارثهم ده زي ما هو ارثهم هو ارثنا احنا كمان، وفخورين بيه. عشان كده احنا عايزين ندمجهم في السياحه البيئيه، زي ما قلنا السياحه البيئيه جزء ليه علاقه بالطبيعه والجزء الثاني ليه علاقه بالثقافه اللي موجوده. صحيح. في تجربة عملتها وأنا في ألمانيا في برلين، كنت مندهش ومبسوط بيها، مش عارف دي ممكن تتطبق عندنا إزاي، هقولها لك. رحت هناك قالوا لي هنوديك تتغدى في بيت في الريف الألماني. ورحت البيت ده، دخلت لقيت عبارة عن بيت في الأب والأم وولادهم، وبيلموا كل عفش البيت بيتشال وبيعملوا زي أوبن بوفيه صغير، وهم طبخين الاكل بتاعهم اللي هو الاكل بتاع البيت خلاص. واحنا بنبقى مجموعه، كنا خمسه او سته من بلاد مختلفه، بنخش بنقعد، الام هي اللي بتبقى طبخه، الاب هو اللي بيساعدها، الولاد هم اللي بيعملوا سيرفينج لينا، وبنقعد وبنمشي وبندفع فلوس كتير جدا جدا جدا. هل ده وعشنا حياتهم ونزلنا بعد كده معاهم المزرعه وشفنا الجبنه بيعملوها ازاي والكلام ده، هل ده ممكن يتعمل عندنا تفتكر؟ ده ممكن يتعمل عندنا طبعا، وبالفعل هو بيتعمل في النوبة، بدأ يتعمل في النوبة، في ناس كتير دلوقتي في بعض البيوت في النوبة فيها كده بتستضيف الناس وبيباتوا كمان الناس، ويبات يقعد بالأيام أو ممكن يقعد حتى أسبوع ويعيش حياتهم وياكل معاهم، يبقى جزء من العيلة، الثقافة أو بالعيلة بتاعتهم، بيعيش الاكسبيرينس كاملة معاهم. وناس بتدفع فيها فلوس كتير اكتر من اوتيلات. صحيح. في بعض الامثله برضو في جنوب سيناء فيها نفس الموضوع، واحنا ماشيين في الوديان بنلاقي بيوت صغيره وغرف صغيره وقدامها جنينه، ده بيبقى حد من البدو بنى البيوت دي وادي الجنينه، واللي بيزرعه اللي بيعدي بيقعد عنده يستريح ليله، ياكل من الاكل الاورجانيك ويعيش الثقافه والطبيعه ويكمل رحلته. هسالك سؤال بمنتهى يعني عايز اقوله، مش خايف ان لما يبقى في سياحه كتير في الاماكن دي الناس دي تتغير او تتفرنج؟ فاهم قصدي؟ طيب ممكن اديك مثال يثبت العكس. صديق كان في جزيرة في أسوان في النوبة كان عليها بيوت، والبيوت دي اتهدت وأهلها هجروها راحوا يعيشوا في المدينة. لما يا جماعة طب ما تيجي نبني البيوت دي تاني ونعملها زي إيكولوج أو نزل بيئي، ما كانوش مصدقين في الأول، افتكروه مجنون.
يا جماعه انا هكلف كل حاجه، انا كل اللي عايزكم تساعدوني. الجزيره اللي قدام فيلا بالظبط، عارفها دي فظيعه بالظبط. البيوت البيضاء دي اللي هي الاوتيل الابيض ده، في سياح يجوا يقعدوا، يرضوا يقعدوا هنا؟ اه هيقعدوا يدفعوا فلوس. عايزين نعمل ده، انت عشان تحجز ايه لازم واسطه. على طول كومبلي، على طول كومبلي. حتى الاكل، عمل ريستورنت، عمل مطعم، ما كانوش مصدقين ان هم هيقدروا ان هم يقدموا وصفاتهم القديمه. هم الناس دي هتستطعم الاكل؟ هيعجبوا الاكل؟ طب هيدفعوا فيه فلوس؟ ودلوقتي هم اللي صحيح يستضيفوا الناس، وهم اللي بيطبخوا صحيح للناس، وقد كده ده مثال ناجح جدا. طب عايز اتكلم عن دور بقى وزاره البيئه معاكم في الحمله. وزاره البيئه هي الشريك الاساسي لهذه الحمله، دورها هي رفع الوعي. زي ما اتفقنا وزي ما انت كل مره بتركز، الممارسات الصحيحه والوعي البيئي. لما هتيجي المحميه هتعمل ايه؟ ولما هتقعد مع الناس دي في حاجات معينه بن بن بنعملها، وفي حاجات تانية مرفوضة. يعني هو ليه؟ لأن هم عندهم برضو عادات وتقاليد لازم نحترمها جدا. فما هتدخل بوابة المحمية مع شركة السياحة هتلاقي زميلي في الوزارة بيدي بريف لشركة السياحة تعمل إيه وما تعملش إيه. دورها كمان إن هي بتشتغل على تنمية هذه المجتمعات. أديك مثال ظريف جدا من الإرث الثقافي اللي معظم القبائل بنتكلم عليها، هي المشغولات اليدوية. وأنا عارف أن أنت مهتم بالحاجات جداً. دي جدا، والحاجات المصرية طبعا. مشغولاتهم اليدوية جاية من حاجات ليها علاقة بالطبيعة، يعني مثلا وادي الجمال الجلود جاية من الجمال مثال. في بعض النساء الموضوع كبر معاهم لدرجة أن هم بيصدروا. أنا عارف ده جه إزاي. جه وزارة البيئة من خلال المشاريع التنموية جابت لهم استشاريين سواء مصريين أو أجانب، اشتغلوا معاهم على البرودكت، على الديزاين، على الليبلينج، على الكواليتي كنترول، حتى لدرجة إن احنا اشتغلنا معاهم على اللغات. إن هم مثلا عايزينهم في وادي الجمال السياحة بيجي لهم طلاينة صحيح، فعلموهم بعض الحاجات البسيطة إن هو يتجاوب، يعرف يبيع حتى الحاجات دي إزاي. في مدن داخل محميات زي كاترين، فتلاقي وزارة البيئة بتشتغل على ملفات لها علاقة بالمدينة، زي مثلا الصحة، زي التعليم، زي مصدر المية. فدور وزارة البيئة هو دور تنموي بالشكل الأول، ورفع وعي بالشكل. طيب أنا بقى هقول لك على فكرة تحطها إيه في بالك كده. اتفضل. بما إن أنتوا دلوقتي أنتوا في 11 محمية مظبوط كده، تابعة لحملة حكاوي من نسا. أنا أتمنى إن أنا يبقى عندي هنا كل شهر نعمل حلقة مع أهل المحمية، تجيبوهم لنا عندنا المطبخ بتاعنا، هيطبخوا الأكل بتاعهم عندنا فوق الفرقة، هيجيبوا الفرقة والميوزك بتاعتهم عندنا هنا الورشة، هيحطوا المنتجات بتاعتهم ويورونا عملوها إزاي. عندنا هنعمل لهم عرض أزياء بالملابس بتاعتهم، وأنت تيجي معاهم. أنا موافق جدا. وأنا موافقين. ميرسي جدا جدا على الأوفر ده. من ال طبعا انا احب كده جدا. هيقعدوا يحكوا لنا عن حكاياتهم، هنعرفهم اكتر، وهنعمل لهم دعايه علشان الناس اللي بيشوفونا في مصر، وفي البرنامج ده ناس كتير قوي خارج مصر بيشوفوه، مصريين عايشين في الخارج، لما يجوا في الزيارات يبقوا موضبين ويروحوا يزوروا الاماكن الحلوه دي. خلاص ديل؟ ديل. انا موافق. دان ديل. بشكرك. ثانك يو سو ماتش. شرفتني ونورتني. شرف ليا. ومرة ثانية ميرسي على الحملة المحترمة اللي أنتوا عاملينها. أشكرك. ثانك يو سو ماتش. شكرا يا فندم. شكرا ليك. جدا شرف ليا. خلوني أشكر النهاردة أستاذ محمد عليوة مدير حملة إيكو إيجيبت على وجوده معانا النهاردة، والنهاردة اتكلمنا معاه عن حملة حكاوي من ناسها. أتمنى تكون اتبسطتوا عندنا النهاردة في 4 شارع شريف. نشوفكم بكرة في نفس الميعاد. شكرا ليكم. باي باي.